جامعة ستانفورد الأمريكية أعلنت عن قائمة بأسماء أفضل علماء العالم الأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات، وده في عام 2023، وللسنة الثانية على التوالي القائمة بتضم اسم دكتور يسري حسن، وهو الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية. التصنيف ده بيضم أكثر من 160 ألف باحث من بين 8 مليون أكاديمي نشط في جميع أنحاء العالم. خلينا نرحب طبعا بالدكتور يسري حسن، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايزين نوضح للناس ماذا يعني انضمام حضرتك للعام الثاني على التوالي لهذه القائمة، قائمة أفضل العلماء. الحقيقة هي جامعة ستانفورد الأمريكية بتصنف العلماء في تخصصهم طبقا لمدى تأثير أبحاثهم في الأبحاث التطبيقية الأخرى في شتى التخصصات. يعني بتشوف أبحاث العلماء في مجال الرياضيات مثلا، تشوف أعلى 2% من العلماء أثرت أبحاثهم في الأبحاث التطبيقية الأخرى في شتى المجالات، وبترتبهم ترتيب تنازلي وبتاخد أعلى 2%. يعني مثلا في مجال الرياضيات في 13,000 عالم، فبتاخد أعلى 2% منهم، وبيبقوا دول التوب انفلوينشال ساينتستس في هذا المجال. ولازم يعني يا دكتور الأبحاث تكون تمت في نفس العام اللي بيتم فيه الاختيار أو التصنيف، بما أنها مسابقة سنوية. بالضبط كده، لازم تكون تم نشرها في نفس العام وتم الاستشهاد بها في الكتب والمراجع والأبحاث التطبيقية في نفس العام. طب إيه أهمية التصنيف ده يا دكتور للجامعات المصرية ولأسدة الجامعات المصرية بالتحديد؟ إن يكون في حد زي حضرتك مشرف في قائمة مهمة زي دي. هو أهمية التصنيف بتقول إن إحنا في جامعة أمريكية كبيرة عريقة، بتقول إن إحنا عندنا في مصر في قيادة حكيمة قدرت إن هي تدعم البحث العلمي، وتوصلنا بإمكانياتنا المحدودة إن إحنا نجاري ونواكب البحث العلمي في كبرى جامعات العالم يعني. طب ده عظيم جدا، عايزين نطمن اكتر على مستوى البحث العلمي في مصر، هل كان في دكاتره تانيين مع حضرتك من مصر؟ في الحقيقه انا يعني لو حضرتك تسمح لي بدقيقه. اتفضل. انا في الاول بشكر جامعه القاهره اللي انا بنتمي اليها في الاصل، وبنتمي لقسم الرياضيات بعلوم القاهره اللي هو اسسه الدكتور علي مصطفى مشرفه سنه 1923، وانا حاليا انتدبت انتداب كلي لجامعه مصر للمعلوماتيه في العاصمه الاداريه الجديده. عايز أنبه لحضرتك إن سيادة الوزير وزير الاتصالات بيدعم الجامعة بكل السبل، وبيقدم إلينا كل ما تحتاجه الجامعة على طبق من فضة، فده بيخلي أعضاء التدريس يجيدوا عمل البحث العلمي بطريقة يسيرة وسهلة، وبيدعم الطلاب أيضا علشان نواكب الإنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء والثورة الرقمية التي تحدث في مصر. بالنسبة لموضوع الأبحاث، بفضل الله تعالى أنا معايا باحثين آخرين من جامعة القاهرة ومن جامعة عين شمس وجامعات أخرى وجامعة حلوان أيضا، فالحمد لله رب العالمين. أنا بشكر كل دول لأن كل دول ساعدوني في أن الأبحاث بتاعتي يتم الاستشهاد بها في أبحاث تطبيقية أخرى وأحصل على هذا التصنيف يعني. نعم. طيب دكتور، حضرتك تتكلم عن المعلوماتية وعن دعم الجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيشير لأهمية المعلومات والتكنولوجيا، خاصة ان احنا في عالم رقمي. نصيحة حضرتك للطلاب ازاي ممكن يتميزوا في المجال ده اللي اصبح مطلوب بشكل كبير في سوق العمل؟ هو في الحقيقة جامعة مصر للمعلوماتية انشأت اساسا بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة مصر 2030 لعمل ثورة رقمية، و يعني ان احنا نعلى بمستوى مصر في استخدام الانترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية في شتى المجالات. فالحقيقة القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس والدعم اللي بيقدمه لنا سعادة وزير الاتصالات والدكتورة رين بهجة رئيسة الجامعة بقيادتها الحكيمة وتواضعها، وان هي بتوفر لينا كل سبل البحث العلمي، ده بيدفع بمصر دفعة قوية، والتخصصات اللي موجودة في الجامعة عندنا بتلبي احتياجات سوق العمل في مصر وفي الدول العربية وفي شتى دول العالم باستخدام التكنولوجيا بغزارة في جميع المجالات الحقيقة. عظيم جداً.
ايه هي اقسام الجامعه عندك يا دكتور؟ عندنا كليه الهندسه، كليه الهندسه فيها اربع برامج، فيها هندسه كمبيوتر، وفيها هندسه الميكاترونكس، وفيها الهندسه الصناعيه، وفي هندسه الاتصالات، وعندنا كمان كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي. الكليه فيها برنامج الجيم ديفلوبر، او ان انا اطور الالعاب، وفيها برنامج الذكاء الاصطناعي، وفيها الديتا ساين، وعده برامج اخرى يعني اخشى ان انا انسى حاجه. وفي كمان كليه البيزنس انفورماتكس، اللي هو ازاي لو انت عندك شركه تدير الشركه بالكليه باستخدام الانفورميشن ساينس وليس بالطريقه التقليديه. مجالات جديده يا دكتور كلها، اعتقد انه البحث العلمي فيها صعب. البحث العلمي فيها صعب والدراسه فيها صعبه. وكمان عندنا تخصص ديجيتال ارت، يعني احنا متعودين طول العمر ان الناس بترسم بقلم وكده، لا ده احنا بقى دلوقتي وصلنا ان احنا نرسم كل حاجه باستخدام الكمبيوتر ونحاكي عدة تخصصات. كمان عندنا في كلية الهندسة في قسم الميكاترونكس، ازاي بنعلم الاولاد ان شاء الله هيفتح السنة دي، ازاي يعملوا روبوت، او ازاي يعملوا آلة تدخل تعمل عملية جراحية مثلا عن بعد، او نعمل مثلا اللي بيقولوا عليهم بروسيتك ليمبس او الاطراف الصناعية. فالحقيقة عندنا طفرة كبيرة في تخصصات هتخدم المجتمع بشكل جديد يعني، وتعلي من شأن مصر ان شاء الله. طيب مع بداية العام الجامعي الجديد والعام الدراسي، يعني ازاي ممكن الطلبة من خلال وجودهم في الكليات المختلفة ان هم يطوروا من مفهوم البحث العلمي، ويكون في مخرجات ليه كمان مختلفة وتفيد المجتمع بشكل كبير، مش مجرد انها تتنشر في الدوريات العلمية؟ في الحقيقة يعني الجامعة عندنا عن طريق دعم الحكومة بالكامل بتقدر تقدم للأولاد دورات تدريبية في الإيكو سيستم اللي موجود حول الجامعة في مدينة المعرفة، في وزارة الاتصالات ومع المعاهد الخاصة بوزارة الاتصالات المحيطة بالجامعة. لو الطلاب عندنا التزموا بما يدرس في الجامعة وعلى التوازي قدروا ان هم يحضروا الدورات التدريبيه دي والتدريبات اللي بتقدمها لنا وزاره الاتصالات، والانشطه اللي بتتم في الجامعه مجانيه لطلاب الكمبيوتر ساينس في جميع كليات مصر، الحقيقه هيقدروا ينفذوا طفره كبيره في مجال البحث العلمي في هذا المجال الحقيقه. وكمان احب اشير ان في بالفعل عندنا منح كامله لاوائل الثانويه العامه، الطلاب دول في منهم بالفعل بيعملوا بحث علمي من وهم طلاب يعني. فان شاء الله باذن الله يعني نتوقع مستقبل باهر للجامعه ولمصر بشكل عام يعني. نشكرك شكرا جزيلا في النهايه دكتور يسري حسن، الف مبروك، وحاكي الاستاذ بكليه الهندسه جامعه مصر للمعلوماتيه.